ومن جهته قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن مصر قفزت 20 درجة على مؤشر مكافحة الفساد. كما قال العربي في تصريحة خاصة لنهار اليوم إنه قدم لرئيس الوزراء مشروع قانون جديد للخدمة المدنية. مصر النهاردة أعلن رسميا عن أنها اتحركت 20 درجة لأعلى في الترتيب الدولي. في الترتيب الدولي احنا الحقيقة لسه احنا دلوقتي حاجة و90، كنا 114، بقينا اعتقد بقينا دلوقتي حاليا 94 في المرتبة 94. دي اعتقد نقلة كبيرة جدا، بتقول لنا ده احنا يعني لسه بادئين في خطة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وكده، على الأقل بتأكد لنا احنا على الطريق الصحيح. لو ان شاء الله كملنا وان شاء الله احنا مصممين ان احنا نكمل. هي احنا عملنا اكتر من حاجه في اطار الشفافيه والنزاهه، ان احنا اولا بدانا نعرض كل تقاريرنا، كل تقارير الخطه والموازنه تفصيلا بتبقى موجوده على المواقع. وقبيل ذلك تحدث العربي في مؤتمر عن منهجيه الجوده في مصر، وقال انه من الضروري ان تتكاتف جميع الجهات من اجل النهوض بمستوى جوده العمل في مصر، وذلك بغرض مكافحه الفساد. احنا متفائلين جدا بالبدايه القويه اللي بداناها مع مصلحه الضرائب، مصلحه مهمه جدا جدا بتمس كل، والمديريات الضرائب موجوده في كل انحاء الجمهوريه. فلما برسخ هذا الفكر في مصلحه ودي تبقى هي البدايه، معانا كمان هيئه التنميه الصناعيه، نتمنى السنه الجايه يبقى عندنا 100 جهه اخرى موجودين معانا في هذا البرنامج الطموح. في دعم كبير جدا من البنك الدولي، وهو دعم يعني الحقيقه دائم ومستمر للبنك الدولي. معانا خبره قويه جدا مع معهد الاداره الاوروبي اللي بنسعى لتوثيق العلاقه معاه اكتر ونعمل اتفاقات توأمه مع المعهد اكتر بينه وبين الجهاز المركزي للتنظيم والاداره وبينه وبين المعهد القومي للاداره وغيره، بحيث ان احنا نرسخ من هذه الثقافه فكر الجوده وفكر ان انا اوصل لحكومه او جهاز اداري كفء وفعال. ده محور اساسي من محاور الاصلاح، خطه الاصلاح الاداري اللي الحكومه الحاليه حطاه على يعني قمه اولوياتها، فكره الاصلاح الاداري.